السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت مهم جدا وصاحب أداء متميز في مجال النمذجة ثلاثية الأبعاد اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، وممتازة جدا في تصميم الألعاب. فهي بتسخر الإمكانيات التحويلية للتعلم الآلي وشبكات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية عشان تحول الأفكار التصميمية ثنائية الأبعاد لنماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة بشكل مذهل. فهي ممكن نستخدمها كواحد مهندس معماري يزيل المجهود اللي بيبذله عشان يعمل نموذج ثلاثي الابعاد، يعمله لك بشكل اسهل ويديك مفاهيم التصميم المختلفه ويحسن التصميمات، وممكن يحول لنا الاشكال 2D ل3D ويعمل لها كيت شارب بتاعتها. وموجود البلاجن بتاعته في برامج كتيره جدا بحيث ان انت تقدر تستخدمه جوه البرامج اللي انت متعود عليها. طيب دلوقتي هقول له ابلود فايل، ونديله صوره. بنحاول الصوره دي الخلفيه بتاعتها تكون لون مختلف وتكون الصوره واضحه ويكون مفيش عناصر كتيره موجوده عشان ما يحصلش مشاكل. تمام، ويفضل ان انت تكون الحاجه دي مصوره من اكتر من جانب، يعني ممكن يكون في لعبه مثلا فانت مصور لها 5 6 صور، وتكتب الاسم والالوان والهاي زي ما انت عايز، ونقول له بقى حاول ان انت تشوف الصورة دي لو 3D هتعمل ازاي. بيقول لي لازم تشتري كريدت عشان يشتغل، لكن هي الفكرة كلها اول ما بتطلع الصورة بيبدأ يعمله لك بالشكل دوت 3D. اوبن اديتور، وعندك امكانيات للتعديل في الموديل، تعدل فيه زي ما انت عايز، ترفع صور زي ما انت عايز، تقدر تعمله داونلود بالامكانيات دي كلها زي ما انت عايز، تقدر تعمله شير الناس تقدر تشوف الموديل بتاعك اول ما تديها اللينك بتاعك. فموقع جميل ان شاء الله، اتمنى يعجبكم. وتقدر تحط ماتيريال زي ما انت عايز، لو حابب تحط ماتيريال وهتلاقي هنا الشرح بتاعه في قلب الموقع ازاي ان انت تقدر تتعامل معاه بشكل افضل، تزود الكفاءة، تخلي الناتج يطلع بشكل افضل.